السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده نحل المسألة رقم 23 من مشروع اويلر، فخليكم معايا. فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك اول حاجة ان في حاجة اسمها بيرفكت نمبر. البيرفكت نمبر ده هو عبارة عن رقم مثالي مجموع المعاملات بتاعته او الارقام اللي بيقبل الاسم عليها بتساوي الرقم ذات نفسه، تمام؟ فلو مثلا جبنا رقم 28، هو بيقبل ايه الارقام اللي ممكن ال 28 يتقسم عليها؟ رقم 1 و2 و4 و7 و14 و28، بس 28 مش هناخده، تمام؟ احنا بناخد المعاملات اللي اقل من الرقم ذات نفسه. فلما نيجي نجمع الارقام ديت هتديك 28، فهي فعلا بتساوي الرقم ذات نفسه، فبقى دي الرقم 28 ده اسمه بيرفكت نمبر او رقم مثالي، تمام؟ بعد كده عندك مثلا رقم 12، فلو جبنا رقم 12 هتلاقي ان مجموع المعاملات بتاعته اكبر من الرقم ذات نفسه، مجموعهم 16، فهيبقى ده اسمه ايه؟ اسمه رقم وفير او رقم اباندنت نمبر، تمام؟ رقم وفير، تمام؟ انما بقى لو مثلا طلع مجموع المعاملات بتاعت الرقم بتاعك اقل من الرقم ذات نفسه فاسمه ديفيشنت نمبر او رقم غير كفء او رقم غير وفير، تمام كده؟ تمام. فالمساله كلها بتدور حوالين الرقم الوفير ده اللي هو الاباندنت نمبر ده، تمام؟ فهو طالب منك ايه؟ طالب منك يا سيدي، اما انت قال لك اجمع لي، انا هديك رقم مثلا، هديك لحد مثلا رقم 2000، تمام؟ فانت عايزك تجمع لي الارقام من 1 لحد 2000 وتطرح لي منهم الارقام الناتجه من جمع رقمين اباندنت نمبر ورا بعض، تمام؟ فمثلا رقم كام؟ مثلا رقم 12، تمام؟ فلو انت جيت جمعت رقم 12 دي عباره اباندنت نمبر، رقم 12 اباندنت نمبر، ولو جينا جمعنا 12 زائد 12 هيديك 24، ف24 ده هيبقى اباندنت نمبر وناتج من جمع عددين اباندنت نمبر او عددين وفيرين، تمام؟ فانا مثلا لو بجمع من 1 لحد 30 فرقم 24 ده هيطرح من معايا، تمام؟ مش هيبقى معايا في الحسابات، هطرحه. فدي الفكره كلها، تمام؟ فتعالى كده بس ايه نشوف الحل كده. اول حاجه عندنا از اباندنت، از اباندنت دي هديله الرقم ويقول لي فعلا اباندنت ولا لا، او رقم وفير ولا لا. طب قال لك از اباندنت ديت عباره عن مين؟ تقوم الداله بارجاع قيمتين، ترو او فولس. طب امتى ترو؟ اذا كان مجموع المعاملات الرقم نفسه غير مشمول من المعاملات، يعني هنجيب المعاملات بتاعته بس الرقم ذات نفسه مش معانا في المعاملات، تمام؟ كان مجموعهم اكبر من الرقم نفسه. وفولس لو كانوا يعني عكس المذكور اعلاه، لو كان عكس رقم واحد ده، تمام؟ طيب اول حاجه لو كان مثلا الرقم اللي داخل لنا كان عباره عن رقم واحد هرجع واحد، تمام؟ طيب بعد كده طبعا الكلام ده كله احنا شرحناه بالظبط في الفيديو بتاع ايه رقم 21، بيتهيألي المساله رقم 21 في الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا كتير واستخدمنا كود كتير جدا في المسائل قبل كده، تمام؟ الفكره ان احنا هنجيب المعاملات بتاعته ونجمعها، تمام كده؟ وبعد كده هنقول له ايه؟ هنرجع بقى توتال اكبر من الان، التوتال اللي هو مين؟ مجموع المعاملات، والان اللي هو الرقم الاصلي، تمام؟ فلو التوتال كان اكبر من ان هيرجع فين؟ هيرجع ترو، وهو فعلا هيبقى اباندنت نمبر او عدد وفير، تمام؟ لو غير كده هيرجع فولس ويبقى فعلا مش عدد وفير، تمام كده؟ تمام. فكده احنا خلصنا من اول ايه؟ داله. الداله الثانيه بقى ايه اللي هو فيها الشغل كله؟ الداله دي تقوم الداله بارجاع حاصل طرح مجموع الارقام من رقم واحد الى النهايه المعطاه للداله اللي هو الاند دي، تمام؟ والمجموع الكلي للارقام الناتجه من جمع عددين وفيرين، تمام كده؟ فاحنا هنجيب مجموع الارقام من واحد لحد الاند، تمام؟ ونطرح من المجموع ده مجموع الارقام الناتجه من جمع عددين وفيرين، تمام كده؟ طيب فاول حاجه احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه احنا عايزين نجيب كل الاعداد الوفيره من اول رقم 12 لحد النهايه اللي عندنا. طب ليه بقى رقم 12؟ عشان اول اباندنت نمبر او اول عدد وفير هيظهر عندنا هيبقى رقم 12، تمام؟ فعشان كده احنا بنبدا برقم 12، تمام كده؟ تمام. فاحنا كل هنقول له 4i in range ونقول له من 12 لحد الاند زائد 1 عشان نخلي الاند مشموله معانا في الحسابات، يمكن النهايه اللي هو مديها لنا ديت تبقى برضك عدد وفير، تمام؟ فلازم ان احنا نحسبها معانا برضك، تمام؟ طيب if is abandoned number، فهو الليست ديت، تمام؟ او المجموعه ديت مش هيبقى فيها الا الاباندوند نمبر. طب اضيفها ازاي؟ لو كان لو ديت ادالك ترو هيضيف الرقم، لو ادالك فولس مش هيضيف الرقم، تمام كده؟ تمام. تو اباندنت نمبر ديت هتبقى عباره عن ست، تمام؟ الست ديت العناصر فيها عباره عن العناصر الناتجه من جمع عددين اباندنت نمبر او عددين وفيرين، تمام كده؟ طب ليه استخدمنا ست؟ عشان الاعداد اللي لما انا هجمع الاعداد على بعضها، يعني هجمع الاباندنت نمبر على بعضها، في ارقام هتتكرر. عشان اوضح لك اكتر تعال نبص فوق كده على الارقام حقيقيه فعلا. يعني شوف هنا فوق مثلا، فمثلا رقم 12 و24 هيديك كام؟ هيديك 36. طيب ايه الرقم الوفير اللي بعد 12؟ 18، تمام؟ فلو احنا جينا شفنا رقم 18 فطبعا هتجمع كام؟ هتجمع 18 و18 هيديك 36 اهو. فانت لو جيت شفت رقم 18 هتلاقي 18 زائد 18 هيديك 36. طب ما احنا حسبنا 36 دي قبل كده،
فعشان كده المجموع بيتكرر، تمام، الاعداد بتتكرر تاني، فلازم نخلي عندنا ست، نستخدم ست بحيث لو احنا قلنا لها تضيف رقم والرقم كان موجود عندها قبل كده مش هتضيفه، تمام كده، عشان بس الحسابات تطلع معانا صح. فدي الفكره كلها. وطبعا خلي بالك الجزء ده مهم برضك، ان احنا لما بنيجي نجمع على الاباندنت نمبر بنجمع بنبدا من اول الرقم ذات نفسه، تمام. فلو احنا مثلا هنبدا من اول رقم 12، فاحنا بنبدا بنجمع على الرقم 12 12، وبعد كده نجمع عليه 18، وبعد كده نجمع عليه الرقم التاني، وهكذا نفضل شغالين. فالرقم ذات نفسه بيتجمع على نفسه، تمام كده. فنقول له ده خلاص احنا فهمناها اهي. بعد كده نقول له فور اي ان رينج، ماشي، اللين الاباندنت نمبر يعني ايه، في كل يعني شوف انت عندك كام اباندنت نمبر ظهر في الفتره دي، تمام. فاحنا فور اي ان رينج، تمام. وبعد كده نقول له فور جي ان رينج من الاي لحد اللينس بتاع الاباندون نمبر. دي معناه ايه بقى؟ دي معناه ان احنا نختار مثلا عدد وفير اللي هو مثلا رقم 12، تمام. رقم 12 دي الاحداث بتاعه هيبقى كام؟ صفر. فيبقى الاي دي بتساوي صفر، تمام. والجي هيبقى الجي من اول رقم صفر لحد رقم كام، لحد النهايه بتاعتنا مثلا ليكم 1000 اباندون نمبر، تمام، او 1000 عدد وفير، تمام. فهو هيبدا من رقم صفر لحد ال 1000 مثلا، تمام. طب مثلا لو احنا جبنا خلصنا الجزء ده كده ورجعنا تاني هنا، فهو زوده مثلا، وصلنا مثلا هنا بقى رقم 100، تمام. فيبقى هنا يبدا من اول رقم كام، من اول رقم 100 لحد النهايه، تمام كده. فهو هيجمع من اول الرقم ده لحد النهايه، ملوش دعوه بقى بالارقام اللي قبل. فدي الفكره كلها. طيب بعد كده بنقول له مين الاس بيساوي مين. الاس اللي هو مجموع الاعداد ديت، مجموع العددين الموفرين اللي احنا واقفين عنده واللي بعده، تمام. فبيساوي مين؟ بيساوي الابنتون نمبر اي اللي هو الرقم اللي احنا واقفين عنده، تمام، اللي هو واقفينه عنده هنا، تمام، زائد اباندون نمبر جي، تمام، اللي هو الرقم اللي احنا اللي هنا اهو، اللي هو الرقم اللي بعده. بعد كده هنشوف مين، هنشوف الاس. الاس ديت اللي هو مين، اللي هو مجموع الاباندون نمبر ده لو كان اكبر من الاند. ايه الاند؟ الاند اللي هو النهايه اللي مديهولنا دي، لو كان فعلا اكبر منه هنديله بريك، هنعمل بريك نطلع من اللوب بتاعتنا ديت، اللوب اللي هز اللي جوه. البريك بتطلع من اللوب اللي جوه، ما بتطلعش من اللوب اللي بره، تمام. طب ليه كده؟ فبيقول لك لا تكمل اذا كان المجموع الحالي اكبر من النهايه، لانه لو اكملت سيكون مجموع الارقام المتبقيه ايضا اكبر من النهايه. عشان طبعا لما انت توصل لرقم مجموع عدد طلع اكبر بكتير من النهايه، فانت لو فضلت مكمل طبعا الارقام اللي متبقيه هتبقى اكبر من النهايه، تمام. عشان طبعا الست ديت مترتبه بالترتيب اللي هو من الصغير للكبير، تمام. طب بعد كده نقول له ايه؟ تو اباندن نمبر اللي هو مين الست اللي عندنا هنا هي، تقول له مين دوت اد، دوت اد، ونديله مين الاس بتاعتنا. فكده ايه الرقم اللي عندنا اتضاف. طيب بعد كده، بعد كده طبعا السطر ده، دي السطر ده اللي انا جبت منه الارقام اللي فوق ديت، تمام، دي اللي انا جبت منه اللي هو الجزء ده كده، تمام. فهمت؟ ممكن مثلا تفعل السطر ده كده، تفعله بحيث تشوف الدنيا شغاله ازاي وبيعمل كده ازاي وبيجمع الارقام ازاي والكلام ده كله، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول له اول سم. اول سم ديت هنعمل، هنستخدم مين؟ هنستخدم قانون المتتابعه الحسابيه. القانون ده استخدمناه في اول مساله في مشروع اويلر، اول مساله خالص، تمام. فهنقول له الاند في ان زائد 1 على 2، اللي هو ان في ان زائد 1 على 2، تمام. فهيدينا مين؟ هيدينا مجموع الارقام من اول رقم 1 لحد الاند، لحد الرقم اللي هو عايز يقف عنده، تمام، مجموعهم كلهم في خط واحد، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول له اول سم اللي هو مجموع الارقام كلها، واطرح منها مين؟ سم الست ديت، تمام، سم اللي هو الاعداد الناتجه من حاصل جمع عددين وفيرين، تمام كده. فهو يطرح الاثنين دولت من بعض، هيديك مين؟ هيديك الناتج بتاعه بس. فهو ده يعني دالتين اتنين ومسألة بسيطة خالص يعني. فتعال نشوف كده الحل، تمام. فهو يعني خدت تقريبا 3 ثواني كده، ممكن تاخد معاك 2 ثانيتين ونص هكذا يعني، تمام. فهو يعني عارف ان الحل مش اللي هو برضك، بس يعني ايه مقبول شوية، تمام. فتعال كده ناخد الحل، بسم الله، تمام. فالحمد لله المسألة اتحلت، كانت مسألة كويسة ما فيهاش حاجة. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا مني. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.